في عالم مصالح متبادلة. وقضية إن نحن شراكات، نحن نبحث عن شراكات حقيقية، شراكات فيها منافع مشتركة، منافع للجانبين تراعي مصالح الطرفين. نحن نعاني في الفترات الماضية، أصدقائنا الأوروبيين كانوا دائما ينظرون إلى من زاوية معينة تخدم مصالحهم ويتجاهلون مصالحهم. أعتقد أن الأوضاع والتغيرات اللي حدثت في المنطقة وفي العالم يعني كانت نداء يقظة للجميع.